والسحر الأسود، سحر اليهود وسحر المغاربة، مغاربة سحر دوما، سحر الفوضو نتاع السود، يعني سحر الفوضو وسحر الكابالة والسحر الأسود في سحر واحد بدم الأطفال الجزائريين. السبب باين. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. هيا بنا إلى المونديال. إلى أول فيديو على بركة الله. شوفوا أول فيديو. هنا كما راكم تشوفوا الخماش تاع بلادنا، هذو عبارة عن المزبلين اللي يعيطوا لهم المؤثرين اللي فقدوا كاع لا جينيراسيون. هاهم كي لي بوبال كي الشكاير، هذو ما رايحين، خلي الأسماوات. شو دابا هذا اش بغى يدير؟ هذا بغى يوصل ميساج زعما للمؤثرين ديالهم. وهذا راك ضربتي راسك دابا الشوارع الجزائرية. شوف شوف الأزبال كيفاش كتجول في الشوارع الجزائرية. دولة لسخ الأزبل، شو كي غادية؟ عادي عندهم لأنها دولة الأزبل. دوزوا الفيديو آخر. أيوا الإخوة، شوف اليوم أنا نقول لك اللي يعطي القمح المواشي هو الدين بيقول إيه؟ من المحرمات، مش محتاجة حاجة يعني، لا الماشية تفلح ولا القمح يفلح. فتاوي الشيخ، عرفتي فاش كينوض شي واحد سكير وكيبغي يفتي في الدين، راه زعما راه العجب انهم ساكتين ليه وصابرين. لا دابا فين ما فاق كتبان ليه شي حاجه كيقولها لهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ الجمع عطاه المولى عز وجل البشر، اعطيها الزرع الله يسهل عليك، ياك اعطيها الخرطه. والله الا شوف ملي ما يبقاش هذا الرئيس ولا يجي شي رئيس اخر سوف نشتاق لكوميديا هذا الرئيس. وما تعرف غادي يجي شي واحد كثر منه. الجزائر على باش بغيت تبدلو تبدلو بشي واحد حسن منه، تبدلو غير ما كفس منه. ندوز الفيديو. النقطة التي صنعت الجدل منذ يوم امس هي حقيقة السماح باستيراد لحوم الحمير والبغال. ماذا يحدث؟ ما حقيقة السماح باستيراد لحوم الحمير والبغال؟ تفضل. وبحال هادشي اللي خصك تفتي فيها السير الرئيس، بحال هادشي اللي خصك تقول لنا واش حرام واش حلال. ها علاش تم استيراد لحوم الحمير؟ نشوفوا دابا رجبت هذا اللي مسؤول على التجارة، نشوف واش غادي يقول، واش بصح زاد. طبيعة الحال يعني احنا المراقبين خاص في مجال الإعلام والفضاء الأزرق، يعني من 1095 مادة، يعني 95 ما بان لهم أي مادة اللي تثير النقاش، يعني ما أدروش على النسب اللي تمشي لحماية المنتوج الوطني، ما أدروش على النسب اللي تسمح بتوفير المواد في السوق الوطني، مشاو يعني المادة معينة. احنا بطبيعة الحال نقنن في عملية التجارة الخارجية، احنا رجعنا للنص الأصلي الذي يسمح بحرية التجارة الخارجية والمكرس بقوانين الجمهور. فهمتوا شي لعبة؟ دابا جاوبوني واش فهمتوا شي لعبة؟ دابا سولت وقالت لي واش بصح كيفاش الحقيقة ديال هاد السيارات لحوم الحمير؟ شوف فين داز، قال لي احنا ما كنشوفوا غير الحاجة اللي كتجيب المشاهدات وكذا، ومشى دخل للتجارة بحال واحد كيقرا وفنان في الانشاء حول المجال ديال الدود والحشرات، وهذا يعني دودات القاز ومن الأربعة والأربعين وداك الشيء كامل فنان فيه، وكيتسنى باش يعطيوه انشاء على داك الشيء. صدقوا في يوم الامتحان قالوا لي غادي تعاود لنا على فاش كنتو غاديين في طائره في رحله من دوله لدوله وكيفاش دازت الرحله، وهذا كيفاش بدا في الانشاء. كنا غاديين في الطياره هذا، ثم سقطت الطائره في غابه الامازون، وفي غابه الامازون وجدنا دودة تسمى، ومشى دخل الدود عاود في هذا. سولته على واش كتجيبوا اللحم د الحمير؟ ايه لا. علاش؟ هكا خصو يجاوب. هو قال لي لا كدا التجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية التجارة. هو براسو شوف حالته كي دايرها، باين ما شبعانش مسكين، باين ما شبعانش في كرشو. 95 مادة يعني 95 ما بان لهم اي مادة اللي تثير النقاش، يعني كيهضروا السنان وبقاو في بلاصه ما كيحرك السنان. ركز معايا، ما ادروش على النسب اللي تمشي لحمايه المنتوج الوطني، ما ادروش على
هو براسه 100% اللحم الحمير هو اللي خلاه يكون بحال هكا. ندوز الفيديو اخر. ها السميد، شوف السميد، شوف السميد في المغرب ما كاين لا طوابير لا زحام لا والو. ها السميد الغالي انت ما كاين. الحمد لله على الخيرات اللي عندنا في المغرب. شوف الغالي كاين غير الغالي هنا، لا كاين الرقيق. ها هو السميد الرقيق الغليظ اللي بغيتي. كيدير حتى شي حاجه عندنا لا طابور لا والو، الحمد لله على نحنا في المغرب ماشي عندنا مسؤوله. هادشي كامل غير الطحين غير السميد. انت شوف كتشدوا عليه الصف وتجي الجوده تلقى ديالنا احسن في الجوده من ديالو. تبارك الله الرحمن الرحيم. ونتحدى شي جزائري صور لنا شي سوق عندهم السميد بحال هكا، ما يمكنش. دوز الفيديو اخر. لابسين الجلباب او رجال كبار في السن طاعنين في السن ياخذوا معاهم ابر ويوخزوا الاطفال، يوخزوا الاطفال، الكل يتساءل وشنو هذا. اخر سطاج عند الجزائر، يتهمون المخزن بنشر السحر بالابر لتدمير اطفال الجزائر. ياكم سديتوا الحدود، فين غادي نقيسوكم ولا تقيسونا ولا الابر ولا يلا يوفهم دابا مع هاد الجزائر. سير هذا ثلاثة أسحار في سحر واحد. ثلاثة سحر الدومة ياك نتاع الزونوج نتاع الكحالش وسحر الكابالة. شو بعد الكحالش وانت بالحيتك وكتبان زعما أنك شيخ ولا ولا زعما أنك كتفهم في الدين، واش هاد العنصرية هذه؟ فهمتوها؟ شوفوا هاد اللقطة. سحر الدومة نتاع الزونوج نتاع الكحالش وسحر الكابالة والسحر الأسود، سحر اليهود وسحر المغاربة. مغاربة دوما سحر الفوضى نتاع السود، يعني سحر الفوضى وسحر الكابالة والسحر الأسود في سحر واحد بدم الأطفال الجزائريين. السبب باين، شياطين الإنس وشياطين الجن، مؤامرة يهودية مع المخزن المغربي للجيل القادم. دابا شو دابا كيجيب لهم الله، راه الناس حاضينهم بغاو يطيحوا الجيل، بغاو أنهم يضيعوا الجزائر، راه ضيع الجزائر. واش كاين شي شوه اكثر من هذه؟ الطوابير ديالكم واصله لوهران، من 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 وهران حتى شي مدينه في المدن، شي مدينه ما عرفتش البلايص ديال المدن. المهم من الشرق للجنوب، من الشمال من الغرب للشرق، من الشمال للجنوب، كلكم طوابير. كاين شي ضربه اكثر من هذه؟ اش غادي يسحروا لكم؟ يعني المخدرات ما كفاتهمش، بعدها جابوا السود هادو اصبحوا يبيعوا تشوتنا، كل شبيبه اصبحت مدمنه على. شكون اللي جاب هاد السود؟ حنا اللي جبناه، جبناهم وقلنا لهم سيروا دخلوا تبيعوا في الجزائر. واش هادشي كيقبلوا العقل؟ الشريف واش بغيت تكسب العطف ديال الجزائريين؟ شوف شي حاجه اخرى. تشوتنا الان انتقلوا لمرحله خطيره وهي سحر الدم، سحر الابر. يعني اللي يكون عنده وخز بهذاك الابر اما يموت، اما مرض عضال، اما يولي مدمن. يعني الان راهم يضربوا في الشبيبه ياك. شفتوا خالتي هذا كل باش نخرجوا على الاخر، حتى الابره لازم مؤامره من عند المخزن. الابره ها بقاتش الحرب بالسلاح، ها راح يحاربونا بالاباري. شفتوا خالتي عالم عالم ظاهره تاع السحر وشعوذه وجاهليه، دخلنا في مؤامره ودورنا دخلنا في مضيان وشياطين وتكنولوجيا كبيرة، وخرجنا على المخزن وهم حابين يحطموا شبابنا باش يعرفوا كيف يخم في المستقبل. والله مؤسف جدا يا خوتي، هل المستوى وصل لهذه الدرجة؟ صافي مالوكر، صافي مالوكر. اون توكا موضوع ومازالوا فيديوهات اخرين ما كفيناش الوقت، بالك غدوا نكملوا. دوزوا الفيديو اخر على فهاد الكرام، اقسم بالله الى عالم. داير وراني ندير لاشان على الحليب، وراني ندير لاشان على الزيت، وراني ندير لاشان على السكر، وراني ندير لاشان على السميد. فهمتني؟ تهضرش على الوطنية، كاين تا كي غيرك. ما كيرد على قشيحة يمكن. واش عمركم شفتوا شي مغربي خرج كيقول لنا كنشد الطوابير على الزيت، كنشد الطوابير على الحليب؟ الحليب غير سيرو تقدا إلا بغيت. شكون اللي مسوق لك؟ قشيحة، قشيحة هذوك ولا هو يجيب لهم لاصونري. هو يكون في المجموعة تاع اللي راهم منظمين تاع تاع لو 19 مارش. سمحوا لي ما بقاتش الجزائر خويا، حق الله العظيم ما بقاو رجال حاشاني ما يسالاش. تماما، ملي وصل قشيحة كيطلع كيبان في الملعب ديال الشان، ايه قشيحة هذاك هو اللي كيمثلكم. قشيحة هو نموذج ديال الكرغولي. والله العظيم ما
انا هذاك البنادم سبق قاعد جاير تماما ما خلى بليديين البليده خاصه كيركز الخوت كيركز هذا كيسب داك قشيحه كيسب البليده باش معروفه البليده لي كومونتير البليده زعما علاش واش معروفه بشي حاجه واش هي من القبائل ماشي من القبائل البليده من القبائل ما خلاش الفيين ما خلى سوق هراسيين ما خلى اصحاب الصحراء ما خلى حتى واحد وبرف صب كاع بليده كاع سبها لا حول ولا قوة إلا بالله الكراغل كيعيشوا الستينات اش غدير خليهم يعيشوا خلي الكراغل السلام عليكم واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال أتاي راكي درتي ليا أنت القرون